السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رغم ان انا ما بحبش ادي بعض الناس سعر، يعني في بعض الناس يعني لما تيجي تتكلم عليهم فانت بتديهم سعر. صحيح انا مرة واحدة اتكلمت عنه في حلقة سابقة لما كان بيطقطق ببقه، لكن ماشي هنتكلم عنه تاني. وللأسف الشديد هبقى مضطر للكلام عنه إذا دعا الأمر. كلام يا عم مهيب عبد الهادي. مهيب عبد الهادي طبعا بعد الانقلاب العنيف اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت على سيف زاهر وإبراهيم فايق من جمهور الأهلي، لما جم تصرفوا بشكل أو تحدثوا بشكل غير مسؤول عقب هزيمة النادي الأهلي المستحقة من نادي الزمالك، بدأوا يحاولوا ان هم يخفوا الموضوع شوية، خصوصا ان هم خسروا كتير على مستوى السوشيال ميديا، فلازم يدوروا على بديل. لقوا البديل في رمضان صبحي. واضح جدا ان سياق الكلام بتاع مهيب عبد الهادي، خصوصا ان هو بيقدم برنامجه من قناة ام سي مصر وهي قناة سعودية موجهة لمصر، بيشرف عليها بشكل او باخر رجال الدولة السعودية منهم تركي آل الشيخ، فما فيش مكان افضل من ده علشان يستطيع تركي آل الشيخ ان هو يرسل رسائل للجمهور. وانا بشوف ان دي رسائل مباشره للجمهور، يعني هي متسقه مع رسائل تركي آل الشيخ مع ابراهيم فايق في يوم من الايام. لان يعني لما يقول مهيب عبد الهادي ان رمضان صبحي من الوارد جدا ان يعود الى النادي الاهلي اذا شاءت جماهير الاهلي، فده متسق ومتناغم مع كلام تركي آل الشيخ ابراهيم فايق لما بيقول ان انا قد اعود الى النادي الاهلي اذا اراد جمهور النادي. كمان بالرغم من ان تركي آل الشيخ بيعلن اكثر من مره ان هو منشغل كليا وجزئيا مع نادي الميريا اللي فشل في الصعود لليجا السنه الموسم ده، او الموسم لسه خلصان قريب، الا ان هو مهتم انه يعيق على ذهاب رمضان صبحي لبيراميدز ببوست كده سريع انما يكون صورك قصيرا تصبح مستباحا. ده كلام تركي آل الشيخ. والنهارده نزل بوست بيدعي فيه ان محمد جمال العاصي بيدعي فيه انه اراد ان يتعاقد مع مليك ايفونا ب 400000 دولار، ولكن النادي الاهلي تعاقد معاه ب 2 مليون دولار. ما اعتقدش ان تركي آل الشيخ هو ولا اللي معاه في مركزه الاعلامي من السذاجه بحيث ان هم يكون قصدهم الهجوم على الخطيب، بالذات في النقطه الاخيره، لان مليك اوفونا كلنا عارفين ان هو اتعاقد ايام محمود طاهر مع النادي الاهلي، قيمته السوقيه في سنته كان مليون دولار، تدخلات الزبالك الغير محترمه كالعاده ادت ان السعر يرتفع ل 2 مليون دولار. الاهم من ده كله ان النادي الاهلي نجح في ان هو يحقق عائد بنبيعه 7 مليون تقريبا ونص، 8 مليون دولار او يورو. يعني النادي الاهلي كسبان فيه مبلغ برضه محترم، وده مختلف تماما عن اللي بيحصل مع نادي بيراميدز مثلا او اللي بيحصل مع نادي الزمالك. انت بتتكلم عن بوطيب، عن النجاز مثلا، النجاز ده جاي ببلاش صحيح، لكن هو خد فلوس من نادي الزمالك او هياخد فلوس من نادي الزمالك قد قيمة عقده كلها. ايضا لاعب زي خالد بوطيب، الزمالك هو النادي الوحيد اللي دفع فيه فلوس وهياخد فلوس من الزمالك، وهنشوف الكلام ده قريب، يعني مش بعيد، ايام قريبة. ايضا نادي بيراميدز نفسه دفع مبالغ كبيرة في لاعبين زي كينو بينيفنتي و اللعيب اللي هو السوري مش فاكر اسمه دلوقتي، مش عمر الميداني، دفع مبالغ كبيره. وتقريبا اهم اكبر اقوى او اكبر 10 صفقات حاليا في السوق المصري، في تاريخ السوق المصري، 9 منهم لبيراميدز. والعوائد زي ما احنا عارفين، يعني ترانسفير ماركت موجود، يعني اتفرجوا فضايح، يعني لعيب بيجي مثلا ب 9 مليون ويباع ب 2 مليون، فالهامش مفيش هامش ربح اطلاقا. ف
تلاقي تركيا للشيخ بيحاول ان هو يصدر هذه الامور عبر صفحته. وهنا انا يعني بطرح عده اسئله على الجميع. تركيا للشيخ مثلا، حضرتك قلت انك انت مش ناوي انك انت تتكلم تاني عن النادي الاهلي، انتم في مكان وانا في مكان، انتم في امور وانا في امور، انتم عندكم احلام وطموحات وانا عندي احلام وطموحات، ايه اللي بيخلي حضرتك ترجع تاني تتكلم عن النادي الاهلي او تتكلم عن مشاكل في النادي الاهلي او تتكلم عن السور القصير والمستباح ومش المستباح والكلام ده؟ ايه اللي بيخلي حضرتك ترجع تفتح تاني الباب وتفتح باب لانه الجمهور يهاجمك، وبعد كده تهدد الجمهور بالتقاضي، وبعد كده الجمهور يقول لك انا اسف، وبعد كده ترجع انت تقول خلاص انا معتذر، او الجمهور يتخانق فيك ويغلط فيك فترجع تسامحه لما الناس تحاول تقرب وجهات النظر. انت عندك شغلك وعندك نادي كبير في اسبانيا، نادي ميلان بالمناسبه نادي كبير مش نادي صغير، ليه تاريخ في اسبانيا ما حدش بيقدر ينكر ده، حتى وان كان يعني بعافيه اليومين دول، لكن هو نادي كبير. خليك معاه لحد ما توصله الليجا، وربنا يا عم يطرح لك فيه البركه، يكشي تاخد بطوله الليجا نفسها، مش هقول لك حاجه يا رب. لكن انك انت مصمم دائما على، مش عايز اقول التحرش بالنادي الاهلي او التحرش بجمهور النادي الاهلي او التحرش باداره النادي الاهلي، بعد كده بترجع تزعل لما الناس بترد عليك. طب ليه؟ الحاجه التانيه، مهيب عبد الهادي بغض النظر عن ان حجمك في الاعلام قد كده، وبغض النظر عن ان احنا كلنا عارفين حقيقه حجمك الاعلامي، ما ينفعش الخطاب يبقى لجمهور النادي الاهلي كده، وما ينفعش يبقى الخطاب لاداره النادي الاهلي كده. يعني انت مقتنع وعارف كويس جدا ان حتى لو جه تركي آل الشيخ نفسه وبقى رئيس النادي الاهلي، انت عارف كويس جدا ان رمضان صبحي مش هيدخل النادي تاني. انت متاكد من ده. فاحترموا نفسكم شويه. بتكلم بجد والله، احترموا نفسكم شويه. بقول للاعلاميين المصريين، انتوا بسم الله ما شاء الله كل واحد فيكم عنده مشروع واثنين وثلاثه جنب شغله كاعلامي. يعني مش ناقصين فلوس، مش ناقصين. ف طلعوا كلامكم من دماغكم عشان الناس تحترمكم، وقولوا الكلام اللي انتوا تدركوا جيدا ان الناس هتتقبلوا منكم، مش هتقول عليكم ان انتوا فاهميني. ها، فبالله عليكم يا جماعه، يعني شويه ذكاء، شويه ثقافه، شويه معرفه. انت بتتكلم عن النادي الاهلي وبتتكلم عن جمهور النادي الاهلي، الحاجات دي مسلمات في النادي، مسلمات. عدى على حضري 3 مجالس اداره، عدى على حسام حسن 4 مجالس اداره، وهيعدي على رمضان صبحي مجالس اداره كتير قوي، والكابتن محمود الخطيب هيمشي وهيجي مكانه ناس، وهيفوت مكانه ناس، ورمضان مش هيخش، وشريف اكرامي مش هيخش النادي تاني. شغل ده شويه. النقطه الاخيره، انا طبعا يعني انا بتشرف ان انا من متابعين كابتن رحاب جمعه، هي واحده من كباتن النادي الاهلي اللي بتلعب في فرنسا، وانا كان نفسي ان انا اعمل حلقه عن منتخب كره اليد النساء النسائيه، ان انا بشوف ان احنا عندنا مواهب كبيره في كره اليد النسائيه، ورغم كده ما عندناش منتخب، وكان نفسي ان انا افتح الموضوع ده، لكن وبعت لها اسئله بس هي ما ردتش عليا عشان اقدر اعمل حلقه بالشكل ده. لكن بالتاكيد مداخله كابتن رحاب جمعه مع الاستاذ وائل ابراشي بالتاكيد مداخله كانت قيمه جدا. كل الاهلاويه لازم يشكروا كابتن رحاب جمعه على المداخله العظيمه دي، لان هي عبرت عن الاهلاوي اللي بجد، عبرت عن المواطن الاهلاوي، عبرت عن المشجع الاهلاوي بشكل صادق وبشكل عظيم. لكن انا ليا تعليق واحد بس على اللي هي قالته، عايز اقولها. هو صحيح مفيش احتراف في مصر، لكن النادي الاهلي عنده احتراف، والنادي الاهلي في يوم من الايام وصل بالاحتراف الداخلي اللي فرضه على المنظومه اللي عنده، نجح انه يوصل بمنتخب مصر انه ياخد 3 بطولات افريقيه. ولو المنظومه الخارجيه ساعدت منظومه النادي الاهلي على انها تؤسس لحاله من الاحتراف الداخلي، بالتاكيد هيبقى ده في منفعه كبيره جدا للمنتخب،
ومنفعة كبيرة جدا لكرة القدم المصرية، لكن للأسف الشديد كرة القدم المصرية بتدار في ذمة مجموعة من الفاشلين المجربين في أندية أخرى نزلوا بيهم لسبع أرض. لكن أنا برضو بشكر إيهاب جمعة، وبشكر كابتن مروة عيد عبد الملك، وبشكر كل أهلاوي دمه حر. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب، فعل زر الجرس، اعمل لايك وشير، ورأيك في الكومنتس. والسلام عليكم.